اش نقول لك اخي سمير، هذه الدوره هذه ما كانتش ديك الحلاوه ديالها، وذاك ذاك المغرب اللي كان كيتفرجوا في الاولمبياد كانوا كنبقاو سهرين حتى الرابعه الخامسه صباحا باش نشوفوا واحد العداء مثلا ايام قروج وعويطه ونوال والى اخره. كنا كنعدوا على الحلاوه هذه الاول الاولمبياد. صح هذا العام مع كوفيد الصراحه اغلبيه المغاربه ما كيشوفوش، علاش؟ لان ما عندهاش شي طعم، يعني كتشوف كل شيء بكمامه، الجمهور ما كاينش، ما هذا، وحتى التكوينات والتربصات ما كانوش. لان كتشوف، انا نهضر لك على منتخب الملاكمه، انا كصديق ديالي المصباحي، لان عاش معايا تقريبا ازيد من 30 سنه، وكانوا هما ديما، يعني ديما عندهم مشكله كوفيد، ديما الدراري المصابين ديما جالسين، ما عندهمش فين يمشي، ولا كانت تنقلات بين، يعني كان عندهم واحد يعني صعوبه باش تكون. وكان في علم المصباحي قال لي ودي راه ما نقدروش نديروا شي حاجه نهضر هذا الازمات اللي كاينه في كوفيد، ما كاينش تنقلات عبر العالم، ما كاينش هذه، ويعني ما نلومهمش صراحه. الا كان شي واحد دار شي مجهود فردي لا باس به، ولكن هذا الكوفيد اللي كانت على الرياضات راه مشكل على الجميع، غير مخطط اوروبا ولا الدول الاخرى كانوا كيستعملوا بطرق ديالهم خاصه، هذوك ما الله اعلم. اما بالنسبه للمغرب راه كانوا عندهم مشاكل. تيكواندو المشكل اللي كان فيه، انا كنقولوا سائر على سائر الرياضات في العالم، ولكن تيكواندو كانت في مشكله، وهو يعني الاداره التقنيه ضعيفة جدا، ضعيفة كل الضعف، لأن حتى المدرب الوطني ما عندوش واحد السي في، يعني ما عندوش كيفاش جابوه، شكون هذو اللي جابوه اللي داروه مدرب وطني؟ وكاينين مغاربة يعني عند أطر كاين في المستوى العالي، وعلاش يجيبوا هذاك أجنبي اللي هو غير كيتصور مع الأبطال؟ ولكن المشكل دابا الان كنت كيتكلم على كل الراي العام كيتكلم على فاطمة الزهراء بوفارس، عندها الحق، لان هذيك الفرنسيه انتصرت عليها هي جات طلعت البوديوم. هذا خطا ديال اللجنه التقنيه او المسؤولين ديال المكتب الجامعي، ما داوش ابو فارس يعني كانت تكون يعني ميداليه ضعنا فيها في المغرب. حنا ماشي كنهضروا بالعاطفه، كنهضروا الواقع، يعني انسان عيب وعار تكون واحد البطل اللي هو اولمبي رجا، وباش تعطيه فرصه باش يقدر يجيب اولمبيه اخرى وتقصيه. وحنا هنا كنا مغاربه، انا يعني ماشي مشكل، ولكن غير هذيك البطاله كان يديوها حتى هي، ما كنقولوش نقصيو المغاربه كلهم سواسيه. وراه كان ذاك الاشرف راه كان هو كله كان مستعد ذهنيا وفكريا ومزيان كل شيء، كان هو يجيب الميداليه، ولكن مع الاسف الاداره التقنيه يعني ضعيفه جدا. شوف، هي حسابات علم الله، هي حسابات يعني كيقول لك الكر والفرد، يعني بين شد بين هذا بين رئيس الجامعه وبين المدرب ديال فاطمه، يعني كيكون مشاكل بيناتهم، هذا تيكون الضحيه هو التلميذ او البطل، يعني كتكون شنآن بين المدرب والرئيس، يعني خصومات او لا مشادات او لا كذا وكذا، ولكن الضحيه هي التلميذه او البطله. على قبلك انت معايا ماشي كونطا ماشي مزيان نحرمك انت، ولا هذا مشكل، هذا مساله ديال الوطن، كانت البطله كتمثل المغرب وتبقى ديك المسائل اللي هي بيناتهم يفكوها بمحاكم ولا باي طريقه، ولكن ديك البطله عندنا في المغرب كله ضاع فيها. هذه كانت المكانه ديالها كانت تجيب ميداليات، لان المستوى ديالها والوزن ديالها كان يكون في البوديوم. الفرنسيه اللي انتصرت عليها ابو فارس راه جابت ميداليه من 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 طوكيو، لان هي كون كانت ابو فارس غادي تكون في المربع الذهبي، هي بين الذهبيه والفضيه والنحاسيه، ما غاديش تنازل عليها. ولكن مع الاسف اللي كيوقع هذا المشكل هو حنا المغاربه عندنا الدم ديالنا سخون ضد ان نقدر تكون انت ما عرفتش شنو هو ونضحي بك، ونقدر ندير واحد اخر او لا. حتى حنا انا في راه هادشي اللي كيجعل السياسي سمير، هما هاد الرؤساء، هاد الرؤساء ولا هاد المكاتب المديرين اللي كاين في الجامعات، راه هذيك ديال ذاك الضد وباك صاحبي والزبونيه والعاطفيه هي اللي كترس الرياضه. هاكا تشوف الرؤساء دابا اللي كيدوز اكثر من 30 عام في كرسي الجامعه، واش نهضر منه؟ واش غادي يبقى تيعمر تيولي 50 عام ولا 60 عام؟ راه انسان القانون الدول اللي هي ديمقراطيه وكيبغيو الرياضه وكيبغي سميتو، راه ولايه جولات صافي واعطي فرصه للاخر، ماشي تشد الكرسي 30 عام وتقول مازال غادي نبني. اش غتبني؟ ما درتيش 30 عام هذا ما درتي والو، وزيد ما اش بغيتي فين غتزيد فين؟ راه هذا مشكل كنعيشوه يا اخي. ليش شدتي كرسي تيبقى فيه خالدين ولا حيد منه يدير ولده في بلاصتو؟ راه هذه ماشي ملكيه، راه هذه ماشي هذوك الجامعات، راه ماشي عندهم الشهاده ديال المكتب العقاري تولي الملكيه ديالك، لا راه حشومه، راه خاص الانسان يدوز واحد الولايه ويعطيه فرصه لاخرين. راه 40 مليون ديال المغاربه راه غادي يسيروا ماشي جامعات، يسيروا دول، ولكن انت باش تشد الجامعه وتديرها ملكيه في الملك ديالك وتبقى دير الزبونيه ولا العائله ديالك ولا الازهار ديالك، هذا لا حشومه، راه هادشي كنعيشوه دابا، هذا هو اللي قاتل الرياضه بلادنا، هذا هو اللي قاتل الرياضه بلادنا. يعني كون كانت ديمقراطيه وكون كانت محاسبه، والله رئيس الجامعه الا بقى 4 سنين بقى تيخاف من السجن ويخاف من المحاسبه يخرج ويحط السرد، ولكن هذا ملي كيلقى بقره حلوب راه كيبقى يعني كيعطيني نعطيك ودوز لي ندوز ليكم، راه هذه قتل الرياضه.
الشباب كيضيع راه شي كاين. انا كنقول لك سي سمير راه شنو هي القضيه دابا؟ هي الزبونيه والعاطفه وباك صح، هي اللي خدام في المغرب، هي اللي خدامه. وهذه بكل كنقول انايا وكنتحمل مسؤوليتها، الزبونيه والعاطفه والمحسوبيه، واعطيني نعطيك كوفري عين كوفري عليك بهذه الطريقه، بهذه العبره كنقولها. راه الجامعات دابا دايرين واحد واحد الحصن دايرينو بينا هو انا وياك والعائله ديالك والعائله ديالي وما تبقى للموشطبه. راه هذا مشكل، راه حنا خصنا نديو الكفاءات، نديو الابطال اللي حقيقيين، ونشوفوا المدربين اللي حقيقيين اللي كيغير على بلادهم. راه كاينين اطر وطنيه خصها تكون في الجامعات، يكونوا مسيرين، ما يجيوش الاجانب كنعطيهم 50000 درهم مضرقين مناعسين. هذاك الولد بلادي راه شوف لي الان جابوا اللي جابوا الميداليات في طوكيو راهم تونسي، مدرب تونسي، الاردني مدرب اردني، الافارقه كتشوف شي واحد قاوي. راه المدربين يعني ديال الوطنيين هما اللي كيغيروا بلادهم، كيعرفوا النشيد الوطني وكل شيء. ما قاوري جوان فو تيقول لك انا نتخدى الفلوس براس ويجي ما يجيبش، ولكن رؤساء الجامعات تيلحوا باش 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 يخليوا القاوري. اذا كاين صفقه بيناتهم، يعني صفقه ولا هذه علم الله اش كاين. حنا المغاربه راه هرمنا، راه خصنا نطيحوا في الرياضه وعايقين، ولكن كنهضروا حتى واحد ما كيسمع كلامنا. ماشي اختصاص ديالنا الالعاب قوه، ولكن ملي كيجي ميداليه حنا الحمد ديالنا كيبرش. يعني ملي كتسمع النشيد الوطني في طوكيو من مختلف الرياضات فحنا كنفرحوا كنفتخروا بنا. هو هذا يعني اش نقول، حافظ على الوجه المغاربه او وجه الرايه المغربيه فعبر عبر العالم. الجبهه الذهبيه رجع المغرب يعني راه باين بين الدول، فاذا به ما نجيبوش شي ميداليه كارثه، كارثه عظمى. وكاين بعض الدول فقيره وما عندهاش الامكانيات وجات في صبوره ميداليات. يعني شنو هو تسيير رؤساء الجامعات ولا اللجان الاولمبيه والوزاره؟ راه كيشوف في المغرب الوزاره واللجنه الاولمبيه الجامعيه كتحمل المسؤوليه بهذه العباره نقول انايا. يعني اذا كون كانت المحاسبه، كون كانت اللجنه الاولمبيه تحاسب الجامعات، كون ما يكون كره كيدير النتائج. ولكن سير غمض عنك سير تيقول لهم داش كيقول لهم و24 نديروا شي حاجه. هادشي قالوا في ريو دي جينيرو، قالوا دابا راه في طوكيو غنديروا شي حاجه، دابا ثاني في باريس غنديروا شي حاجه، من تفوت باريس ثاني ولا شونس نديروا شي حاجه. هذا ما حنا نبقاو ديما نتمناو ديما نتمناو. المشكل شنو هو يا اخي؟ المشكل الكبير هو هذاك البطل راه كيرسير بغي يرسم المستقبل ديالو، كيبغي يرسم المستقبل ديالو. التحفيزات ما كاينينش. هذاك البطل اللي كيضرب تماره وكيجري وكيجري راه كيشوف عنده زيرو درهم. علاش الناس كتخرج في القوارب الموت وكلشي باش كيقول نمشي للضفه الاخرى باش نلقى الراحه ديالي ونلقى المستقبل ديالي؟ راه هنا البطل خصو تكون عنده معاينه ويعاني به كلشي باش يقدر ندير انا المجهود ديالي. انا يعطوني مثلا يعطوني نكون بطل نتخلص عليه ولا نتخلص نخدم معاه 6 سوايع في النهار. ولكن كتشوف انت براسك ما كتصور حتى حاجه. انا دوزت حياتي كلها في المنتخبات ما صورت درهم. ولكن كيفاش تكون بطل؟ كتقول اش غادي اشنو المقابل؟ اشنو المقابل؟ راه البطل اللي كيتبع لك الذهب اللي كيتكون في شي نادي الا بمجهود فردي، عنده كيتسمى ديك موهبه وكيكون راسو. وشنو هو غير ذاك الناس غير كيقيدوه كيقول هذه الطريقه اللي غتمشي فيها. اما هو التلميذ اللي هو اولا البطل تيكون هو عنده عزيمه ورغبه باش يوصل لذاك الهدف. اما تكون تجيب لي انا تجيب لي المدرب من اكبر من العالم والله لك ودي شي واحد. علاش؟ انما البطل او المدرب او الرياضي ما عندوش يعني واحد شي حاجه اللي مرسومه. تيقول لك انا الناس دابا تيقول لك ما كانش القرايه ما عندهاش شي مستقبل، كلشي كتقلب الدراسه، واللي ما قراش وما داش الرياضه راه غيبقى يبقى ضعيف في المجتمع. راه هذا هو مشكل، خاص عنايات او خاص انسان البطل تكونوه وتعاونوه وتعطيه تحفيزات وتشجعوه. رؤساء الجامعات كيزيدوا كيدكسوا الاموال ديالهم في الابناك وهذا هذا، والابطال الرياضيين يمشي حشومه. البطل كيطلع بزيرو درهم ملي كيدي ميداليه، رئيس الجامعه اول واحد تيعلقوا تيقول انا باش كاش درتيه باش عطيتيه؟ راه هذاك الدري بالجهد ديالو باش طلع البطل. راه كتشوف سفيان البقالي شكون المدرب ديالو؟ واش الماني ولا امريكي ولا شي حاجه؟ هذا هو المشكل. مدرب ديالو مغربي، وشوف تبارك الله كيفاش طلعوا، طلعوا من احسن الابطال في العالم. احنا الاطر المغرب احنا المغاربه ما كنرضوش بعضياتنا. هذا كان مغربي كيعفطوا عليه وتجيب واحد مثلا اجنبي، فهذا هو هذاك هو الكل في الكل. واش كنقلبوا حسيت نقولوا شوف يا اخي سبوريتيد فين كاين؟ كاين في امريكا صافي، اوروبا حتى هي راه باقي فيها المشكل. عندي حنا المغاربه واش حنا البنيه التحتيه ديالنا ريبه ونكذبوا على نفوسنا؟ والله يديك شاد سبوريتيد انت غتكون 2030 يلاه المغرب غادي يكون يا يكون واحد النيفو مع سميتو. ما نكذبوش على روسنا، راه خاص القاعده تكون بنيه. شوف خاصها تكون محاسبه، شوف المحاسبه تكون ديال الجامعات كلهم. الا ما درتي والو حط سويرتات ولا يتحاسب. اما ديك ديال نبقى نضرقوا عليه نضرقوا عليه، راه هذا راه حنا هرمنا. حنا حنا شكون قال من هنا لغدا؟ الله يرحم الله يرحم. واش حنا 60 عام ندوزوا 50 عام نبقاو نشوفوا في الفساد الرياضي وساكتين؟
وكنقولوا حسب الله ونعم الوكيل، لان ما قادريش، لان الاخرين عندهم اش نقولوا كيديروا داكشي بيناتهم، وكيدير واحد البارير بيناتهم يخليك تقرب عند القلب بعد يحاربوك. حنا كان دابا كندعبوا، انت كتشوف دابا الخصم كيدوي بقرحه على سميتو، شكون اللي كيسمع منه؟ الناس كيسمعوا من رؤساء الجامعات جالس في الكرسي وكيسمع منه، ولكن الابطال الحقيقيين والوطنيين الغيورين ما كيسمعوش منهم. هذا الاسف كبير. وشوف دابا تيقول لك المكان، الرجل المناسب في المكان المناسب، خاص سيدنا يتدخل في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا الكارثه اللي دخلت، في هذا النكسه اللي دخلت دابا، فاش يغير كل شيء. الا كان تغيير غيكون تغيير جذري، ويعطوا الفرصه للشباب والكفاءات، نقدروا نقولوا الرياضه من هنا لواحد 4 سنين 5 سنين تكون مزيانه. اما الا بقاو هاد الشيوخ، مزيان الشيوخ اللي كانوا شادين الجامعات ودايرين ديك بيناتهم العائلات والاسهار وكل شيء بيناتهم، وباك صاحبي والله ما عمرها تزيد. راه خاص غضبه من عند سيدنا، غضبه ملكيه باش تغير الاوضاع. نكون واقعين، راه هاد الناس اللي كيهضروا دابا، هاد الابطال اللي عندهم الحرقه على الوطن ديالهم كلشي، راه كيهضروا ماشي على فراغ، راه كيهضروا على كيشوفوا روسهم كيضيعوا، والاجيال ديالهم الشباب ديالهم كيضيعوا. راه خاص هادشي خص يكون تغيير يا اخي. راه هادشي راه كنشوفوه تنعيشوه تالين. حنا كنقولوا واش ما عندناش كنديروا، لا كنهضروا دابا في الوسائل الاجتماعي وكنهضروا باش نوصلوا الرسائل ديالنا، والو ديما كنقولوا كنهضروا وبحال ما كيديروش فينا، بحال حنا كنخربقوا عليكم بالبلو. علاه كنقولوا هذا راه ما كاين سميتو الخلاص واحد للمخلص اللي غير الله هو سيدنا الله ينصرو. راه الملك محمد السادس هو اللي غيحل هذا المشكل، اما هاد الوزاره وهادشي هذا راه دارين داكشي دايرين اليد مع اليد مع الجامعات، والامور غاديه وباك صاحبي وكل شيء. نكون واقعين ما نكذبوش، صافي هذه. شوف حنا كنا تنترجاو من سيدنا الله ينصرو هو يشوف هذا المشكل هذا، واللي عنده شوف خص يخرجوا قرار اللي فات جوج ولات في الجامعات خصك تمشي تحاسب ولا تعاقب. علاش انت بغيت تكمل دير ولا الثالثه ولا الرابعه؟ اذا في راسك العجينه، خاص كل واحد جوج ولات يمشي بحاله، واعطيه فرصه لواحد اخر، واعطيه المدربين المغاربه راه كاينين يقدروا يديروا، يقدروا يبنيوا. ما عطيتش شنو هو، ما تهمشوهمش وما تقتلوهمش. واش كنطلب الله سبحانه وتعالى الله يوفقنا. طيب.